بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة. قام أحد المنصرين بعمل حلقة كالعادة للطعن في الإسلام، وقام بالكذب على الدكتور منقذ السكار، ولكن نحن إن شاء الله تعالى كما تعودنا سنطحن أكاذيبه بالدليل والبرهان من باب جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. تعالوا نتوكل على الله ونرى ماذا يقول النصراني. في السلسلة السابقة من الردود على أقاويل الشيخ منقذ السقار، طرحنا عليه بعض الأسئلة البسيطة، ولكن من يوميها والشيخ نايم وعامل حاله مش سامع حاجة. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع؟ مش فاهم منه اي حاجه. لا ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا؟ الدكتور منقذ لا يرد على النكرات امثالك، وانما يرد على كبار علمائكم وكبار قساوسه المسيحيه. الدكتور منقذ تحدى رشيد وهرب كالعرع في البرية، تحدى زكريا بقلص وهرب كالعرع في البرية، وتحدى وحيد وما زال يتحداه، ونزل آخر فيديو ليه من كام يوم يوافق فيه على مناظرة وحيد تحت أي مسمى وكما طلب وحيد، ولكن مسلسل الهروب مستمر. فلا تكذب على نفسك يا النصراني، ولا تخدع المشاهدين بهذا المسلسل الهندي اللي انت بتعملوه، هروب المسلمين وهروب الشيوخ. بل اقل مسلم يكشف اكاذيبكم ويطحن افتراءاتكم طحنة، وهذا ما نفعله باذن الله تعالى، ونثبت للعالم كله انكم كذابين جهلة لا تفقهون اي شيء. نتابع مع النصراني نشوف بيقول ايه. ولك ان تتخيل المشهد الان، الجموع التي كانت تحمل المشاعل الوف جاءت للقبض على المسيح عليه الصلاة والسلام، إذا بها تسقط إلى الخلف ولا تعلم ما الذي حصل. انقشع الغبار وذهب الغمام ورفع المسيح إلى السماء في تلك اللحظة العظيمة. قام الذين جاءوا للقبض على المسيح فوجدوا دليلهم يهوذا، وقد ألقي عليه شبه المسيح عليه الصلاة والسلام. أخذ يهوذا فحوكم وصفع وضرب وعري من ملابسه، ووضع تاج الشوك على رأسه، ثم صلب وقتل ودفن. طبعا هذا الشيخ يهرف بما لا يعرف، والسؤال الذي كنت طرحته عليه: في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن مسعود قال: كأني أنظر إلى النبي يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ونفس هذه الرواية موجودة أيضا في صحيح مسلم. والسؤال: من هو هذا النبي الذي قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ ولم نسمع جوابا من الشيخ منقذ منذ ذلك الحين. العلم باسم هذا النبي المذكور في الحديث لن ينفع، والجهل به لن يضر، لذلك لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم اسما في هذا الحديث، ولكن ذكر بعض العلماء أن هذا النبي هو نوح عليه السلام، كما نقرأ في الدر المنثور للسيوطي المجلد الثالث الصفحة 175، حيث يقول: أخرج ابن عساكر عن مجاهد قال: كانوا يضربون نوحا حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويقول أيضا الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري الجزء السابع الصفحة 162: لم أقف على اسم هذا النبي صريحا، ويحتمل أن يكون هو نوح عليه السلام، فقد ذكر ابن إسحاق في المبتدأ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير الشعراء من طريق ابن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن عبيد بن عمير الليثي أنه بلغه أن قوم نوح كانوا يبطشون به فيخنقونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقال القرطبي: إن النبي هو الحاكي والمحكي عنه. وقد يسأل البعض: كيف يكون النبي المذكور في هذا الحديث هو نفسه محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث يتكلم فيه النبي بصيغة الغائب عن نبي آخر؟ ونقول: ليس هناك مشكلة أن يكون هو النبي المقصود، بالرغم من أن النبي يتكلم عنه بصيغة الغائب. فمثال على ذلك في صحيح البخاري النبي يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. إذن النبي يتكلم هنا عن نفسه بصيغة الغائب، كأنه شخص ثالث أو شخص آخر، ولكن في الحقيقة يتكلم
عن نفسه في هذا الحديث كما في صحيح البخاري. ولكن ماذا يريد النصراني من هذا الحديث؟ لماذا يسأل عن اسم هذا النبي الذي ضربه قومه حتى أدموه؟ هل من الممكن أن يظن هذا النصراني والنصارى بأن هذا النبي الذي ضربه قومه حتى أدموه هو المسيح؟ وأن هذا الحديث في صحيح البخاري دليل على صلب المسيح كما تقول كتبهم؟ لا لا لا، لا أعتقد أن الغباء والكذب سيصل إلى هذه الدرجة من المنصرين. والإجابة على هذا السؤال هي من فم المسيح، حيث نقرأ في إنجيل لوقا: فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. استغفر الله. والله بعد الكلام ده اللي سمعته من هذا النصراني لا يحضرني إلا قوله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قولوا لي أيها المنصرون أي نوع من الحشيش تشربون؟ سبحان الله، صحيح البخاري يثبت صلب المسيح ويشهد لصلب المسيح، وللأسف هذه هي عقلية المنصرين الذين يفترون على الإسلام، كلامهم كله كذب وتدليس وجاهل شديد. ولكن تعالوا الآن نرد على التحشيش الذي ساقه المنصر. الحديث الذي استشهد به المنصر في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هل الكلام ده ذكر صلب؟ ذكر المسيح؟ طبعا ليس في الحديث لا المسيح ولا صلب ولا كل هذه التحشيشات التي ذكرها النصراني. ثانيا، القرآن الكريم في آية واضحة قاطعة ينفي صلب المسيح ويؤكد أنه لم يصلب. يقول الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والأمة قد اجتمعت على أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله بعد القرآن، والأحاديث الصحيحة قطعا لا تعارض القرآن ولا تناقضه، فكيف يدعي هذا النصراني أن هذا الحديث يشير إلى صلب المسيح؟ النقطة الثالثة، الحديث في صحيح البخاري يقول أن هذا النبي ضربه قومه حتى أدموه، فالنبي ده كان بيعمل إيه؟ كان يمسح الدم عن وجهه، كان بيمسح الدم بإيده عن وشه. فبالعقل والمنطق كيف لشخص معلق على الصليب ويداه مسمرتان ولا يستطيع تحريكهما كما أمامكم على الصورة، فكيف يمسح الدم عن وجهه؟ يعني إزاي يحرك إيده ويحطها على وشه ويمسح الدم؟ طبعا الكلام واضح جدا، فالحديث لا يتكلم عن المسيح ولا عن صلب ولا كل هذه الأوهام والأكاذيب التي يخترعها ويفبركها المنصرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تعالوا نشوف المنصر عنده ايه تاني عايز يقوله. ايضا يقول شيخك القرطبي في تفسيره لسورة الأحقاف: فأنجى الله بني إسرائيل وأنزل بأولئك العذاب، أي بأنبياء بني إسرائيل، وذلك أنه سلط عليهم ملوك الأرض، فمنهم من نشر بالمناشير، ومنهم من سلخ جلدة رأسه ووجهه، ومنهم من صلب على الخشب حتى مات. والسؤال: من هم أنبياء بني إسرائيل الذين صلبوا حتى ماتوا؟ وأيضا لم نسمع جوابا من الشيخ منقذ. نصراني كما رأيتم يستدل بتفسير القرطبي وعايز يقول أن هناك أنبياء من بني إسرائيل قد صلبوا على الخشب، ويقول أنه سأل هذا السؤال للدكتور منقذ والدكتور منقذ لم يجب عليه، وكأن النصراني عايز يقول أن هذا التفسير بتاع الإمام القرطبي يقول أن المسيح صلب، لأن ما فيش غير المسيح من بني إسرائيل اللي صلب على الخشب. طبعا كلام النصراني كلام مضحك جدا، لأن هناك الكثير من الرسل الأنبياء الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل قتلوا ورجموا ولم يذكر لنا اسمهم، كما في إنجيل متى الإصحاح 23 عدد 37: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين. ما اسم هؤلاء الأنبياء؟ لم يذكر لنا الكتاب، ليس هناك فائدة من معرفة أسمائهم. ثانيا، كالعادة النصراني دلس وكذب وقام بخداع المشاهدين في استشهاده بتفسير الإمام القرطبي من سورة الأحقاف الآية الكريمة التي تقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. القرطبي رحمه الله أورد عدة أقوال وليس قولا واحدا، فأورد قول ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وغيرهم، وليس هذا القول الذي اقتطعه النصراني فقط. كالعادة النصراني يروح على التفسير يقتطع نص وكلمتين ويقول لك هو ده التفسير. فأولو العزم من الرسل كما قال أكثر العلماء وهو القول الأشهر هم خمسة: محمد ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى عليهم السلام، وليسوا 12.
ثانيا، وهذه الفضيحة الكبرى لهذا المنصر وفضائحه كثيرة. حسب كلام القرطبي الذي قرأه النصراني لا يمكن أن ينطبق هذا الكلام على المسيح. تعالوا نقرأ القول الذي اقتطعه النصراني من تفسير القرطبي كما عرضه هو على الشاشة. يقول القرطبي: وقال بعض العلماء أولو العزم 12 نبيا أرسلوا إلى بني إسرائيل. لاحظ أنه بيقول 12 نبيا، 12 نبي أرسلوا إلى بني إسرائيل بالشام فعصوهم، فأوحى الله إلى الأنبياء إني مرسل عذابي إلى عصاة بني إسرائيل، فشق ذلك على المرسلين، فأوحى الله إليهم إلى الـ 12 نبي دول: اختاروا لأنفسكم، إن شئتم أنزلت بكم العذاب وأنجيت بني إسرائيل، وإن شئتم نجيتكم وأنزلت العذاب ببني إسرائيل. يعني ربنا خيرهم ما بين أمرين، إما أن تختاروا أن تعذبوا أنتم ولن يعذب بني إسرائيل، وإما أن تختاروا أن يعذب بني إسرائيل وأنتم لن تعذبوا. ثم يكمل فيقول: فتشاوروا بينهم. ركز عزيزي المشاهد على هذه العبارة، فتشاوروا بينهم، فاجتمع رأيهم على أن ينزل العذاب بهم وينجي الله بني إسرائيل. طيب الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده معناه أنهم تشاوروا بينهم، أنهم كانوا كلهم هؤلاء الأنبياء مجتمعين، يعني الاثنى عشر نبيا كانوا في وقت واحد في زمن واحد مع بعض، وتشاوروا مع بعض واجتمعوا على الرأي. يعني هذا الكلام أن هناك المسيح و11 نبي تانيين. طيب هل هذا الكلام ينطبق على المسيح؟ طبعا لا ينطبق. فين ال11 نبي اللي كانوا في زمن المسيح؟ لا يوجد. طبعا الكلام ليس له علاقة بالمسيح اطلاقا، ولا يمكن ان ينطبق عليه حتى من القول الضعيف اللي اختاره المنصر ودلس على الناس به. تعالوا نكمل نشوف المنصر عنده ايه تاني. ولن أرد على أقاويلك الباطلة حول مصير يهوذا الإسخريوطي، بل سيرد عليك شيخك الطبري. يقول المسيح: فأمرا الحواريين أن يلقوني إلى مكان كذا وكذا، فلقوه إلى ذلك المكان 11، وفقد الذي كان باعه ودل عليه اليهود، فسأل عنه أصحابه، فقالوا إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه. فلماذا تكذب على الناس يا شيخ منقذ؟ اقرأ كتبك الإسلامية فقط وهي كفيلة بالرد عليك. الشيخ منقذ لم يكذب على أحد، ولكن الكاذب هو أنت كما أثبتنا ذلك بالدليل والبرهان. فالشيخ منقذ يقول أن المسيح لم يصلب، والذي صلب هو آخر شبيه به، كما قال الله في القرآن وقولهم: إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ويقول الشيخ منقذ بأن الذي صلب بدلا من المسيح هو يهوذا الإسخريوطي، ولا يوجد في الإسلام نص صريح ينفي أو يؤكد هذا، فهذا أمر محتمل أن يكون بالفعل يهوذا قد صلب بدلا من المسيح، وشيخ منقذ يعرض أدلة وبراهين على ذلك. ولكن أنت للأسف ذهبت ودلست على تفسير الإمام الطبري، واقتطعت قولا واحدا من ضمن الأقوال العديدة التي أوردها الإمام الطبري في تفسيره، لتقول بأن يهوذا الإسخريوطي قد ذهب وشنق نفسه وانتحر ولم يصلب بدل المسيح، بالرغم من أن هذا القول منقول عن كتب أهل الكتاب وليس قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب التفاسير فيها روايات صحيحة وروايات ضعيفة وروايات عن أهل الكتاب، ولكن حتى الإمام الطبري يرد عليك ويثبت كذبك ويثبت صدق الشيخ منقذ السقار. يقول الإمام الطبري في تفسير الآية 157 من سورة النساء وقولهم: إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، يعني بذلك جل ثناؤه وبقولهم: إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ثم كذبهم الله في قيلهم فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يعني وما قتلوا عيسى وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالإمام الطبري يقول أن المسيح لم يقتل ولم يصلب، فكيف يرد الإمام الطبري على الشيخ منقذ؟ طبعا هذا من جهلك وكذبك. ثم يقول الإمام الطبري: واختلف أهل التأويل في صفة التشبيه الذي شبه لليهود في أمر عيسى. ثم يورد الأقوال التي أنت اقتطعت منها قولا واحدا لتدلس على التفسير. إلى هنا نكون قد انتهينا بمشيئة الله تعالى. انتظرونا في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.